فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل المقصود من مسك اليدين وقبض اليدين في القرآن وقبض على الشيطان؟ لا، من قال هذا؟ هذا ذل بين يدي الله عز وجل، ذل بين يدي الله عز وجل، تقف بهذه الصفة خاضعا بين يدي الله سبحانه وتعالى. نعم. وزينة للصلاة كما سمعتم، تقبض الشيطان وتتصلي؟ ما حصل، ما هو بجاين الشيطان، اللي يصلي ما يجي الشيطان، الشيطان يجي اللي ما يصلي، أما اللي يصلي ويقف بين يدي الله فإن الشيطان يدبر عنه. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.